إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، في يوم الجمعة، وهو واقف على ناقته بعرفة. وهذه الآية آخر وحي أوحاه الله عز وجل في القرآن، هذه الآية. ختم الله عز وجل وحيه القرآني على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين شامل لكل مصالح الحياة الدينية والدنيوية، السياسية والاقتصادية، في المعاملات والأخلاق والبيع والشراء. كل ملف من ملفات حياتك نظمته الشريعة المباركة بحمد الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام المبارك والشريعة المباركة أعطت حقوقاً لابد من مراعاتها، وألزمت الناس على احترام هذه الحقوق. من هذه الحقوق: حق الحياة، حق النفس، حق العيش. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره بقتل أو أي صورة من صور الاعتداء، بل حتى نفسك أنت ما يجوز أن تؤذيها، لا ضرر ولا ضرار. فنهت الشريعة المباركة عن قتل الدم المعصوم والنفس المعصومة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على النفوس بغير مسوغ شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمارس الإنسان إنهاء حياته بالانتحار. فمن قتل نفسه بشيء من شراب أو آلة فهو يتعاطى هذه الآلة وهذا الشراب في نار جهنم مترديا فيها، والعياذ بالله. ومن هذه الحقوق التي حفظتها الشريعة حق العيش بكرامة، أن يعيش الإنسان كريما لا يعتدي عليه أحد، ولا يجوره أحد، ولا يظلمه أحد، وخاصة مع البسطاء والفقراء والخدم
والفئات المستضعفة في المجتمع. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في أيام التشريق في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن إلهكم واحد، لا فضل على عربي على عجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أعرفه من شدة الغضب، فالتفت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك عليه. قال أبو مسعود: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، أبا كفر عن هذه الخطيئة وهذا الضرب وهذا الضرب الصوت. فقال: هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لمستك النار. فالشريعة المباركة حفظت للناس كراماتهم، وكذلك مما حفظته الشريعة وجعلته من الحقوق المشتركة بين الناس العدل. فلا يجوز أن يكون إنسان خارج دائرة المحاسبة أو المساءلة، فالناس كلهم سواسي أمام القانون وأمام الجزاء والمحاسبة. لا توجد عائلة ولا قبيلة ولا طرف ولا شخص ولا حسيب خارج دائرة القانون والمساءلة والجزاء والعقوبة. كل من أخطأ يستحق العقوبة. الناس أمام الجزاء سواسية كأسنان المشط. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن العدل الذي أمر الله عز وجل به أن يحاسب الناس كلهم على أخطائهم وجرائمهم. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة غامدية سرقت، فأهم الناس أمرها، فأرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لا يقام عليها الحد، وهم ما يعلمون، ظنوا أن هذه من الاستثناءات الجائزة بالشريعة أن يسرق الإنسان ويأتي عليه عفو. فأرسلوا أسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يشفع لها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق لقطعت يدها، أنا اللي أقطع اليد، أنا أمارس عليها الجزاء وأنا أطبق عليها العقوبة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذه من الكرامة، من الحقوق التي حفظتها الشريعة الإسلامية، أن يكون الناس كلهم كأسنان المشط الواحد أمام القضاء والقانون العادل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله. من هذه الحقوق كذلك حق الحرية في إبداء الآراء والأفكار، وأن تصاحب من تشاء، وتلبس من ما تشاء، وتتجمل بما تشاء، بشرط أن لا يكون هذا فيه مخالفة لأي من النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل
أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن أشكال حرية كذلك حرية الكسب، أن يتاجر الإنسان بما يشاء من ألوان التجارة، بشرط أن لا يكون في تجارته أكل حراماً أو اقترف حراماً أو كان في تجارته شيء من الغش أو الخداع. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم مشجعاً على العمل الحلال والكسب والتجارة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما كسب الرجل مما كسبت أو عملت يده. أطيب كسب لك وأنفعه لك الذي تمارسه بيدك، تمارسه بنفسك، الممارسة الفعلية للتجارة من بيع وشراء وعمل، هذه أفضل أشكال وألوان الكسب. لكن بشرط ألا يكون في كسبك شيء من ألوان الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه جملة من الحقوق الشرعية المباركة التي حفظتها الشريعة الإسلامية للمسلمين وغير المسلمين في ديار الإسلام. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا الصف ولا تختلفوا، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.